واحدهم الجاهلية قبل الإسلام، هم ولا هو يكفي؟ أهل الجاهلية في ما قبل بعثة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هم شأنهم كشأن المسلمين اليوم، أي من بلغته الدعوة فقد أقيمت عليه الحجة، ومن لا فلا. ونحن نعلم من روايات صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما أن كثيرا من المشركين قبل بعثة الرسول عليه السلام ماتوا، وهم مع ذلك قد أخبر الرسول بأنهم يعذبون، ومع ذلك إلا لأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ولذلك فهم كانوا على إرث مما ورثوه من دين إبراهيم، فكانوا يحجون ويطوفون ويعتمرون، وذلك لأنهم لم يكونوا كما يزعم كثيرون اليوم من أهل الفترة، لأنهم لو كانوا من أهل الفترة لم يعذبوا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. تفضل آل سؤالك. نعم. ونحن أجبنا بالجواب، أظن لو تأملت فيه ما احتجت إلى مثل هذا السؤال. بدك تطول بالك عليه شوي. أنا أقول قد أجبت بالجواب، لو تأملت فيه لم تحتج إلى مثل هذا السؤال. أنا قلت من بلغته الدعوة من المسلمين اليوم والكفار المشركين قبل بعثة الرسول عليه السلام فقد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فلم تقم عليه الحجة. في لك اعتراض على هذا الجواب؟ نعم؟ طيب، وهذا هو الذي قلته. والحقيقة ليه نحن كنا المسلمين؟ ربما، ولا أقول هذا مفتخرا، ربما لا تسمع هذا الكلام من غيري، أنا أقول شأن من كانوا في الجاهلية شأن المسلمين اليوم، من بلغته الدعوة من هؤلاء وهؤلاء فقد أقيمت عليه الحجة. لماذا أذكر المسلمين؟ لأن المسلمين اليوم كثير منهم ما بلغتهم الدعوة، أعني الدعوة كما نزلت على الرسول عليه السلام. اليوم الدعوة الإسلامية أصابها في أذهان كثير من الناس من التحريف ما أصاب اليهود والنصارى أنفسهم. كذلك اليهود والنصارى إذا كانوا عارفين بما كان عليه عيسى عليه السلام وموسى من التوحيد، ثم هم يخالفون ويتبعون القسيسي والرهبان، فهم طبعا معذبون لأنهم يعرفون حقيقة. أما إذا كان لم تبلغوا من حقيقة فلا يعذبون أبدا، إن كانوا قديما أو حديثا، لأن ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحينما يقول حتى نبعث رسولا، هنا شيئين يجب أن نلاحظهما. الشيء الأول أن المقصود ببعث الرسول ليس شخص الرسول فقط، بل إما شخص الرسول أو دعوته حتى نبعث رسولا. يعني مثلا التابعون اللي جاءوا بعض الصحابة، الصحابة جاءهم الرسول الله وسلم، أما أتباعهم التابعون ما جاءهم الرسول لكن جاءتهم الدعوة. لذلك فمعنى الآية السابقة
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه أو بدعوته. أي أقول هذا لكي لا يحتج إنسان يقول نحن ما أجانا من الرسول، لا نحن أجبنا دعوة الرسول. هذا الشيء الأول الذي ينبغي أن يلاحظه المسلم حينما يترك سماعه هذه الآية الكريمة. الشيء الثاني أن الدعوة حينما تبدو جماعة أو أمة ويراد بذلك أنه قد أقيمت عليهم الحجة، ويجب أن نلاحظ أن الدعوة بلغتهم سليمة من التغيير والتبديل. فاهم معنى كيف؟ سليمة من التغيير والتبديل، وإلا إذا أمك جاءتهم الدعوة محرفة مغيرة مبدلة، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة التي جاء بها الرسول عليه السلام، هذه دعوة أخرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهنا يقول يسمع بي، يا ترى على حقيقة واقعه أم على حقيقة التي يصفها بها أعداؤه؟ مثلا يوم ربيون أنصار مانيا غيرها، السيسون والرهبان هناك ماذا يلقنون الأمة الغربية عن محمد عليه السلام خلاف واقعه؟ يقولوا هذا رجل كان بحب النساء وبيتزوج ما يشتهي، بحرم أتباعه إنه يتزوج بالواحد كما تزوج هو. طبعا هذا وصف خلاف وصف الرسول عليه السلام المطابق للواقع. فينبغي أن نلاحظ أن الذي سمع عن الرسول حقيقته، وذلك مثلا بأن قال ولد يتيما، راح ونشأ يتيما أميا لا يقرأ ولا يكتب، وعاش بعيدا عن كل ذئب القوم، فلا هو سجد لصنم ولا سرق ولا زنى ولا إلى آخره. وبعدين فجأة نزل عليه شيء اسمه الوحي، اسمه جبريل، إلى آخر القصة. ثم دعا الناس، وإذا الناس بصير فيهم حركة نشاط دعوي، بصير فيه خلاف، بصير فيه قتال، بصير الآخير منتصر وبيأسس دولة، وبينتشر النور اللي جاء به بيشمل العالم كله. فهذا شيء لو حكي كما وقع لأمن الناس به جميعا. لكن دعاة السوء، دعاة الباطل، دائما يصفون الرجل الصالح بخلاف واقعه حسدا وبغيا من عند انفسهم. فالذي اليهودي او النصراني الذي سمع حقيقة محمد عليه السلام هذه ثم لم يؤمن بلا شك دخل النار، لكن هو سمع خلاف هذه الحقائق. رجل مثلا كما قلنا بحب النساء، رجل يعبد الحجر، هذه الحجر الكعبة، هكذا يجيلون له. فهو إذا لم يؤمن فما عليه من عثر أبدا، وربنا يوم القيامة لا يقول له كفرت. ليه؟ لأنه لم يسمع به عليه السلام أي بحقيقته كما هو. وهذا يذكرنا بحديث آخر يسيء بعض الناس فهمه ولو في مجال آخر، لكن بالأشياء الحديث تفسر بعض وبعضا. قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا. من رآني ترى، رآني كما كنت ولا بصفة أخرى؟ لا، يراه كما كان عليه الصلاة والسلام لا بصفة أخرى. ليه ما بتبدأ من يمين يا أستاذ؟ ولا بدك تعطي عدد المحصورة؟ أنت يا أهل يمين. نعم. ليه ما بدأت من هو؟ حتى هنا
علي يعني ما عليك انت اصل هناك شوف هذا هذا ثم اجل هكذا أن رجلا دعا أمس رأيت الرسول عليه السلام في المنام خير إن شاء الله كيف رأيته؟ صفه لي. يقول رأيته رجل طويل طويل شايب لحة النور بيضاء كذا من أنه كذبت أنا شفته بالنور وكل ما شفته الرسول عليه السلام وصف في شمائله من رواية أنس لأنه لم يشن ببيضاء يعني ما شاف كيف أنت تقول شفت شايب تحت بيضاء نور هذا كذب هذا ما رأى الرسول هذا رأى شخصا تخيل الشيطان له في النوم وهذا هو الرسول أو شاف مثلا إنسان آخر يقول رأيت الرسول يمشي في الطريق كيف رأيته يمشي؟ رأيته يمشي هوينا نقول لو كذبت الآن الرسول يمشي بأقوى قوة الرجال وقد وصف لأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبر الصبر يعني ما أدري ماذا تقولون قسطان الأنبوب أنبوب تبع الآبار الأرطوازية الأنبوب اللي يتدفق من الماء كيف يخرج محصور هناك يخرج من الرأس بكل قوة هكذا ينتبه الصحابة الرسول حينما كان يمشي فكأنما ينصب من صبر يمشي بقوة حتى وصف أيضا لأنه عليه السلام كان إذا مشى مشينا معه ونجهد أنفسنا لندركه ولا ندركه هذه شمائل عليه السلام فالذي يراه يمشي مشية المتصوف المتمسكن نقول له ما رأيت الرسول عليه السلام وهذا بعض طويل بس الشاهد كما قال هنا من رآني في المنام يجب أن يراه على حقيقته كذلك هناك لما قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع دين أي على حقيقته يعني يسمع وأظن أني مصيب